زعلي بيان، نتمنى تكونوا كلكم بخيرين وعلى خيرين. اليوم جيت معكم بواحد الوصفه، واحد الماسك مقشر او ميم طون، الروعه روعه روعه، وديال الفنانه ديالنا سعيده شرف. الله يكمل الزياده ان شاء الله بالخير، وتشوفيها كيف ما بغيتي وليدات كاملين ان شاء الله. دونك انا خديت من عندها هذه الوصفه وجربتها سيمانه، درتها سيمانه كنديرها كل نهار وكنخليها حتى كنشوف وكندير لها واحد التقشير. عرفتي النتيجه مبهره جدا، وقلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم. بالنسبه للناس اللي عندهم لي تخاص ديال الحبوب، اللي عندهم الكلاف، اللي عندهم ما عندهمش اشراقه في الوجه ديالهم، دونك هذه الوصفه ديال سعيده شرف من هذا المنبر غوبيزوات سعيده، وغادي نتقاسم معكم ضروري هذه الوصفه ونخليكم مع المقادير تسويت. هاد المقادير اشنو كيخصنا؟ عندنا غير مكونين، اثنين جوج مكونات دو دو انغريديون، سي ان غوماج ماسك او ميم طون كون بو براتيكي تو لي جور. دونك سي بور لي في كي اون لي تاج داكني، لي تاج بيغمونتير، اي سا دون فان ايفي بون مين. دونك اي فام فالوار ان ياورت ناتور اي un carré de fromage, mais je vais pas l'utiliser tout entier, je vais utiliser juste la moitié. Donc هنا غادي خصني دانون طبيعي، وهنايا غادي خصني فرماجة، ولكن الفرماجة ما غاداش نستعملها كاملة. دونك غادي ناخذ هنايا غناخذ معلقة ولا حتى جوج معالق ديال دانون بالسوس، دو كويير دو ياغورت ناتور، وغادي ناخذ هنايا نص فرماجة، غير نص فرماجة، ما نحتاجوش نديروها فرماجة كاملة بزاف، نديرو هنايا نص فرماجة، إن بون نص دو فرماجة. قولي هاد الفرونسي ديالك كي دايرة، ها قولي لينا تعطي الله، قولي لينا كي دايرة. دونك لا جي مي لو ياغورت انسي كو لو فرماج اي جو ميلونج تو. هنايا درت الفرماج و دانون، و غادي نبقى نحرك معك حتى هاد الفرماجه تجانس ليا وما يبقاوش الحبيبات كبار بزاف مع هاد الدانون، وغادي نرجع معكم باش نديرو لابليكاسيون. علي على بركه الله وبركاته غادي نبدا في لابليكاسيون. وهنايا كيفاش كنعرفوا ديجا اصلا دانون هو مقشر طبيعي للبشره، احتاج فيه لاسيد لاكتيك، لاسيد لاكتيك هو واحد المقشر طبيعي، كتقدري غير ديريه فوجك بلا ما تبداي تقشري فيه. هذاك لاسيد اللي كاين في هذاك الياغورت هو كيكون مقشر طبيعي لابو ديالنا. دونك ملي درتها وفيها العكز ما فيها ما تقشر، غير تغسل وجهها راه ديجا الياغورت كيكون دار المفعول ديالو. دابا انايا هنايا كنحط الماسك المقشر ديالي، والله الا غير ديروها وغادي ما غتندموش. بالنسبه للبنات اللي بغاو النتيجه تكون فوريه، زعما تكون النتيجه تبان ليهم دغيا، من الاحسن ديروها كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار، راه ما فيها حتى شي مضره لابو، بالعكس دانون راه مفيد، الفخوماج وسي حتى هو راه مفيد، دونك ما فيه حتى شي مضره لابو. دونك ما تخافوا والو، انا راه ديجا جربته، انا الحاجه ما كندير ما كن زعما نتقاسمها معكم حتى كنجربها وكنشوف المفعول ديالها عاد كنتقاسمها. ايوا دونك هذا الفنانه ديالنا سعيده شرف، والا راه غتكون شي وصفه غتكون وصفه انت يا وعر وعر انت يا دونجي. يا الدمدم اللي كتعرف غدا تشونجي، وانت يا وعر وعر انت يا دونجي. دونك هنايا تقدروا ديروا تنزلوا حتى من الاحسن تنزلوا حتى العنق ديالكم حتى هو باش يستافد من هاد المزايا ديال هاد لو غوماج و ماسك، ورا غوماج و ماسك او ميم طون. بالنسبه للبنات اللي كيعكزو ما كيبغيوش يديروا
القماش عاد ديري الماسك تقولي ديري القماش ونغسل ونقعد وندير الماء دونك انا يا غندير هنا غير شويه ما غاداش نهبط بزاف. هي اي ماسك درتوه راه من التحت للفوق سيغتو العنق بحال هكذا من الفوق لتحت لا فوالا من التحت للفوق كيسكو تو انتران دير ا بوشخه يا بوشخه يا بوشخه ويا زكي معايا الله يخليك الله يخليك يا لالا زكي معانا. وبالنسبه للبنات الا بقى عندك هاد هو راه كيبقى ما كيكون شويه زايد بالزايد دونك ماشي مشكل ديري عليه البابيي وخليه في الثلاجه ما طرا ليه حتى شي حاجه. دونك انا دابا غادي نخلي هذا يا انت يا شيتا يا انت قلتي وسكتي دونك انا غنخلي هاد لي ماسك حتى ينشف ليا وغادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال القماش اللي كندير. يلا خليكم معايا اتو تويت غرو بيزو. داك الشيء كيبقى مكيمش مهم علينا جو روفيون باسكو سي فيني. المهم صافي دابا خليت انايا الماسك ديالي نشف مزيان ودابا غادي نبدا عمليه التقشير. دونك جي ليسي مون ماسك بوزي ترانكيلمون انفيرون 20 مينوت اي لا جو في كومونسي لو غوماج. انا يا سالي دابا لهاد المقشر ديالي الماسك غوماج. دونك ملي تكونوا تقشروا غير قشروا غير بشويه بشويه باش لابو ديالكم ما توليش لكم ما تهيجش لكم ما توليش ولا تولي حمراء بزاف. دونك الغوماج غير بشويه بشويه ولا الوجه ديالك بقى ابري حمر راه سي نورمال راه الحاجه ملي تبقاي ديري فيها القماج ديالك سي نورمال لابو كتولي شويه ان بو روج. دونك نو فوز انكيتي با دونك ما تخلعوش راه حاجه طبيعيه. دونك انا دابا هنايا غادي ندير السيروم ديالي. ها هو راه ما بقاش فيه بقات فيه شويه خصني نعاود نشريه. هذا فينو بيرفكت بالنسبه راني كنت ديجا داويه عليه بالنسبه للبنات اللي بغات تاخذو راه واعر وكيخلي واحد اللمعه واحد اللمعه خطيره في الوجه ديال كودالي فن 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 غزال انا كيحمقني. وكاين حتى واحد السيروم راني دايراه في القناه ديالي فلاشين ديالي لي اباز دو فيتامين سي هذا كيدار في الليل. دونك هذا هو كيكون هو السر ديال اللمعان ديال البشره. دونك صافي هنايا كندير مون المرطب اليومي ديالي. الا ما كانش عندك هذا السيروم ماشي مشكل خدي غير القطن وديري فيه الماء ورد وديريه على الوجه ديالك ومن بعد ديري المرطب اليومي ديالك اي كريم دو جوغ عندك اللي كديري ديالك الابيتيال اللي كديري هي اللي ديري. وديما ملي تكونوا ديروا لا كريم ديما من التحت للفوق ولي ماسك حتى هما من التحت للفوق
فوالا لي في صافي هادشي اللي كاين. دونك ساليت معكم اليوم الماسك والمقشر ديالي. دونك خليتكم على خير وبخير، ونقول لكم ان شاء الله على بروشين فيديو ان شاء الله بصحه وسلامه. ما عرفتش شنو غادي تكون، دونك اون فيديو غتكون بوتيت على بوتي ولا لا كوزين ولا شي حاجه اخرى ان شاء الله. الا كنتو باقي ماشي ابوني ديروا ابوني وضغطوا على الزر اللي على اليمين ديالكم باش يوصلكم اي جديد ديال الفيديوهات ديالي. ونقول لكم السلام عليكم على بروشين فوا. باي باي.